مشاهدينا الكرام، أسعد في هذه المساحة عمود على الهواء الذي يأتيكم دائما في نشرة 25، ويقدمه الأستاذ حسين خوجلي. أهلا بك أستاذ حسين، وأهلا بعمودك وبالجديد فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من المعلوم للإخوة والأخوات المشاهدين إن السودان في مطلع القرن العشرين كانت يعني عقدت لواءات وألوية المشيخة الدينية أو الولاء الطائفي لثلاثة بيوت، آل المهدي وآل المرغني وآل الهندي. الشريف يوسف الهندي من الحاجات اللي ما بعرفوها كثير من الناس عليه الرحمة، بالمناسبة الشريف يوسف الهندي كان أحد قادة المهدية وحارب فيها حروبات كثيرة، له مجموعة من الأشقاء وأبناء العموم استشهدوا في معارك التحرير الإسلامي بالسودان، ويمكن كثير من الناس ما يكونوا عارفينها. المسألة الثانية أن الشريف يوسف كان رجل بازخ الثقافة، وكان عنده أمجاد في المعارف وتأليفات، وله اهتمام بالصحافة والنشر، وله وهو شاعر يكتب بالفصيح وبالعامية، وله كثير من القصائد والمدائح في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مكارم الأخلاق. يعني كان رجلا أمة، كان موسوعيا، وكان له صداقات بمجموعة الخريجين والمثقفين منهم، وكان من غير سيد علي والسيد عبد الرحمن كان بيته مفتوحا للخاصة وللعامة. ومن الأشياء الغريبة في الشريف يوسف الهندي إنه اهتم جدا بتوثيق الحياة السودانية وتاريخ السودان، وإنه نشر في العشرينات يعني نداء وإعلان في حضارة السودان بأنه بيدعو كل الناس من كل أنحاء السودان، أي زول عنده معلومة عن السودان في الحسب والنسب والقبائل والتاريخ والمعارك والأمثال والغناء والشعر والحكايات، وفتح صالون كبير وتكية لهذا الغرض، وجاب مجموعة من المثقفين لتوثيق هذه الحياة، ومنهم جدنا الشريف المامور أحمد أبو قاسم كان من تلاميذه. الشريف أحمد أبو قاسم الغريبة عندما رحل وهو في الدرمان طلب من أهله أن يدفن في بري، عشان كده أهلنا هنا في أم درمان وفي الشرف يقولوا لي راجل بري. كان مامور وكان مثقف وكان صديق من تلاميذ الشريف يوسف الهندي. والغريبة الشريف يوسف الهندي كان صديق لجدا الشريف أبو قاسم، وشاركوا في معارك كثيرة جدا، منها معركة الحبشة مع الزاكي طمل. وتحكى عن المسألة دي قصة لطيفة جدا، إنه الشريف يوسف بعد ما قتل إخوته في المهدية والمعارك كان حامل لواء وماشي على الحبشة، فجدا الشريف أبو قاسم طلب من الزاكي طمل، طلبه كان حامل لواء الأشراف، قال له الأمير يا أخي أنا عندي عندك طلب. الشريف يوسف ده أخوانه استشهدوا، ولو مش معانا الحبشة دي وقتل استشهد هناك، ترى بالأشراف الهنود دي
فقام قال له هات توصيتك شنو الشريف. قال له الشريف يوسف الهندي يقعد في كسلة دي ويحرك الشونة. وفعلا الشريف يوسف قعد في كسلة وبقى مسؤول عن التمويل بتاع الجيش. جدا الشريف أمو قاسم ده مشى وانتصر وجا حتى كان أصيب في عينه عليه الرحمة، كان عنده صداقة خاصة جدا بالشريف يوسف، وده يمكن السبب اللي خلى الشريف يوسف يرسل ولده محمد اللمين يتزوج خالته لينا الشريفية زينب بنت الشريف بركات المشهورة في نواحي الجزيرة والشرف وفداتي بالنشابة، وكانت من صالحات النساء بل كانت مسؤولة حزب الأمة دي من المكارم واحترام المجتمع الوسطي للمرأة، حتى الناس يتكلموا عن قيمة المرأة ويفتكروها مسألة من إبداع الخواجات. السيدة زينب كانت مسؤولة حزب الأمة في الجزيرة، ف يعني اتعامل لنا نسب مع الأشراف، شريف يوسف الهندي مع أشراف الشرفة، ودي ذكرى وصلة وأوشاج ومعارف ودم نعتز به كثيرا. يعني كل القصة دي أنا دائرة مدخل يعني لذكرى الرجل، لكن الذي أريد أن أقوله بأن الشريف يوسف كان ما يحب إلا الأشياء مكتملة ولا يحب إلا الأشياء في غاية نصاعتها وكمالها ولطفها وتقديرها وإحسانها. يعني كان عنده يومين، اليوم الأول في الأسبوع كان فيه يستمع للشعراء الشباب، هو شو كانوا يتوافد عليه لإجازتهم، وكان هو يعني يعرف درار الأشعار والكلمات. بيقول له الشريف يوسف انت شاعر معناه وجيز، بيقول له انت فقيه وجيز، بيقول له انت مادح اجازه كذلك. واليوم الثاني عندي يوم ثاني كان للمداحين، وكان يكرمون الضحليون ويديون الهدايا والكسوه. ففي واحد كده متلحم في المديح، وشريف لا بحب صوته لا بحب أداؤه، لكن كل ما تعامل إلا بتاعت مديح بيجي طوالي يركب ويقول قصايده. يعني الشريف كان غايته كما يحتمل الكبار عامة الناس مهما كانت أمزجتهم ومواهبهم، وكانوا أغلبهم يعني من الدهماء والثقلاء، يعني غايته كان بيحتمله. يعني فيوم رأى في عين الشريف وجهه ضجرا يعني، فقام جاء وقال له الشريف يا أخي أنا مدحت لك مدحة الشيخ البرعي اليمني ما تلفت لي، ومدحت لك من قصيدة أبو شريعة ما تلفت لي، المدحة الأخيرة دي مدحتك ذاتها ما التفت لي. يا الشريف يوسف بلغ به يعني الغضب مبلغ، وقال لي الأخيرة دي مدحتي أنا؟ قال لي أشوف مين الليلة ده حط طرفي منها، وعمل توبه بالطريقة دي وكده، وتنازل عن البابي قال أبقولة ولا بدور زوي يمدحها. أنا يعني بقول الكلام ده لأنه ذكرت طوالي إنه الآن من أشراف الأشياء عندنا الآن الحكم، يعني والحكم زي ما بقولوا يعني يدعى به ما لا يزعى بالقرآن، ما يزعى بالسلطان لا يزعى بالقرآن. فأنا يعني دائما بقول إنه يعني عندنا نحن إحساس بإنه واحدة من أشراف الأمور وحل المشاكل عندنا أن يكون السلطان وتكون القيادة العليا ذات خبرة ومعرفة. الآن كلكم شايفين
إنه الذي يدور في السودان أن السيادة والسلطان في أيادي بعض الناس وصلوا بين درك أسفل من الأداء. يعني مش القصة بتاع التجاوز ولا عدم ابتكار ولا عدم إكمال وكذا، نحن وصلنا التراب، وصلنا الحد زي ما بقول. ولذلك طوالي ذكرت في هذا المقام عبارة الشريف يوسف: أكان ده حكومنا فطرفنا منه. صحيح أيام البشير يعني أنا دار أقول إنه على الأقل كان عندنا غضب نبيل، في ناس زعلانين وفي ناس غضبانين وفي ناس مؤملين الأكثر وفي ناس بيفتكروا حتى لو كان كويس نحن دايرين نشوف ما هو أطيب منه، ولو في تغيير دايرين تغيير أفضل من الذي كان يدوم. حقيقة الآن الشعب يعيش حالة بتاعت إحباط خلانا نقول قلت الشريف يا جماعة إذا كان هذا هو الحكم قطرنا منه، ده قرفنا منه. يعني إحنا وصلنا درجة حقيقة يعني وصلنا درجة ولبنا غضب. يعني أنا حسي ما حاسي، يعني أنا بقول لهم الشعب السوداني ده لا جبان لا يائس لا فات منه الوعي، لكن والله الحكومة دي وصلتنا لدرجة الحيرة. يعني حسي دي القصة قدام إيدنا زدحت. يومتها العساكر قالوا يوم الحميدتي قام قال والله ما في زول داير يعمل انقلاب، هو جاته البين والله العظيم لو في زول بيعمل انقلاب يوفر للناس الحد الان من الحد الادنى من شرف الكبرياء بتاع السودانيين اللي بيحفظ ما وكانه، والله الليله دي احنا نأيد. ولو في حزب داق صدره حتى سابقا ما ادري لو دق صدره قال والله انا باكر مقبورتي ملانة عيش ها والزخاناتي مليانة دواء و محطاتي مليانة بنزين وقود وبلداتي مليانة تيراب، والله العظيم باكر دي من غير انتخابات نحن نطلع نعير. ولو قال المرغني ولو قال البشير ولو قال تضيق أي زول تضيق يوزف ده شفتها بيبرتبوا لي بالشيخ يوسف ابراهيم النور، كان في زول من النازل كان حزب كان شخصية كان جيش كان حركة مسلحة، أي زول يدق صدره ده يدينا أي اعتماد بأنه نحن المهانة دخلنا فيها دي ها بنمرق منها نحن بنايد، ولا دايرين انتخابات ولا دايرين إذن ولا دايرين أي حاجة. نحن والله وصلنا الحد، والله الناس والله مش مؤسسات كانت تجتمع من الكفايه والعدل. الناس يعانى يا جماعه، الناس يعانى والناس مرضانه والناس عاطله والناس الياس ضربه يا جماعه. حتى الليله دي البلد ما فيها تبعت خبز واحده الليله دي ها، الطرمبات ما فيها جالون بنزين، العالمين بيسووا شنو يا جماعه؟ تاكل ايديها؟ أنا والله الآن يعني نحن قعدنا مجموعة مثلا في قناة الجوانب الصحية، رغم إنه نحن مقاطعين لا إعلانات لا رعاية لا وعداء كمان، تواضعنا فينا يا جماعة نخش يدينا في بعض هل أقل الفطور بتاع الناس يتخاتتوا فيه وتدفع المؤسسة ما تستطيع عشان الناس يفطروا. جبنا العدس وجبنا الفول وجبنا الحاجات وكذا وقمنا قلنا خلاص يا جماعه الناس خلونا نبقى اشعريين كلهم من المدير للغدير ناكل سوا. والله الليل الصباح البنات والاولاد والمذيعين والمذيعات والفنيين والمهندسين والعمال من الصباح لحد الان حتى انا اللي بتكلم معاكم ده قطعه خبز واحده ما لقوها. الناس ديل يتراوحوا من شراب الشاي لو في شاي يشربوه لو في لبن للآن يتراوحوا على أهلهم، ما في زول قدر الجلاد قطعة خبز يدخلها على خشمه يا جماعة. القصة دي وبعدين الناس ديل عندهم دم
لا عندهم دين، لا عندهم حياة، لا عندهم وطنية. يا جماعة موديننا وين؟ يعني انتم متين بتستقيلوا؟ متين بتستقيلوا؟ متين بتكونوا لكم جبهة؟ تكلموا عن إسرائيل وهو دايركم منه؟ والله حتى في الدنيا دايركم ما في. شعبي لا بيصنع قوته، لا بيصنع وقوده، لا بيصنع دواءه، لا بيصنع حريته، لا بيصنع حكومته، أي حاجة مفروضة على دايرك منه أنت؟ كان مؤتمر اقتصادي. القصة دي دايرة لها مؤتمر؟ القصة دي دايرة لها مؤتمر؟ القصة دي دايرة لها حكمة؟ القصة دي دايرة لها دفاتر؟ أجيب المؤتمرات اللي اتعملت من الخمسينات إلى الليلة كلها متشابهة تشابه الأغصان في الأشجار، كلها متشابهة، لكن ليست هنالك إرادة، وليس هنالك صدقية، وليس هنالك مبدئين، وليست هنالك أحزاب منتجة. كرنفال من الكلام الفارغ والندوات الفارقة واليأس الفارق. يا جماعة الشعب ده مسؤول الآن بأنه يعمل له نظام جديد، نظام جديد في كل حاجة. والله نحن محتاجين لنظام جديد في كل حاجة. ما حنتغير حتى نغير ما بأنفسنا بإشارة القرآن. لو ما تغيرنا نحن ربنا ما بغيرنا. لازم نتغير. التغير الحدث لكل حال عالم 60 سنة ما نتغير. طريقة أكلنا، طريقة شرابنا، طريقة جرايتنا، طريقة جراحتنا، طريقة أحلامنا، طريقة ذكاتنا، طريقة غنانا، طريقة كورتنا، أي حاجة مهزومين فيها، أي حاجة مهزومين فيها. إيش معنى يعني؟ إيش معنى نحن لسنا كدول العالم؟ أفريقيا دي كنا بنضحك عليها، الآن التجارب بتاعت الفرواندا وفي تنزانيا واللي في بلغت شاوي من الحرية، حرية الاقتصاد والفكرة والتطلعات والعلم وكذا، ما 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 ضرب الآفاق. يا جماعة نحن كل قصصنا ده طق حنك، طق الحنك. وصلنا ده، وصلنا الآن إننا كل الحلم اللي بقوله كلام عشان أنا بقوله كل يوم لنفسي وللآخرين عشان نستحي. يا جماعة هل هذا الشعب بكل ما فيه من كبرياء وتاريخ وتجارب وكبار، ها؟ كل قرية سودانية فيها بالمناسبة حكاية لبطولة. يبقى النخب المعاصرة من الاستقلال إلى الليلة توصلنا الدرجة بتاعت المحجة والمذلة، إننا كل حلمنا، كل حلم البيوت السودانية دي، ها؟ من 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 بحر أبيض لغاية حلفة، من الجنينة لحد محمد جول، كل حلم هذا الشعب قطعة خبز، كسرة خبز. يا جماعة أنا لنا أن نستحي، أنا لنا أن نستحي. وبعدين يا جماعة القصة دي ما تحتاج لمجالس واجتماعات. إحنا اتبعنا المجالس والترن غدرنا وكينا ما في الإسوان والمقدرنا، وكين بالدراهم نشتريه وقدرنا ما فيش فايدة نشحن للغبينة تدرنا. تبعنا المأخذين المجالس دي، كل مجلس الأمن في السودان، جامعة الدول العربية في السودان، الإيجاد في السودان، اجتماعات في كل ناس يناقشوا في مشكلتنا، ونحن فاكرين احنا بنحل مشاكل العالم. ونتبع في المجالس دي، الأمم المتحدة قالت عن مجلس الأمن، ترامب قال عنا نشوف جامعة، نتبع، اتبعنا المجالس وترن غدرنا، وبقينا مازح البسوانة والمغدرنا، مثلين بالدراهم نشتريه وقدرنا ما فيش فايدة نشحن بالغبينة صدرنا. مش أخناهم انتهينا. السلام عليكم ورحمة الله.